أما هذا الخبر نكون وصلنا لنهاية جولتنا الثقافية لليوم، فاصل صغير وبنرجع لنكفي باقي فقراتنا لليوم. فقرتنا الثانية فرح مع عالم الكتاب وأنشطة اتحاد الناشرين السوريين التي لم تتوقف كرافد أساسي للحياة الثقافية في سوريا. اليوم الاتحاد عم توجه جهوده نحو المعرض الدولي للكتاب بسوريا اللي رح يصير طبعا بالتاني من شهر آب القادم. معلومات أوفى بصباح نغير مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبجميع الأخوة المشاهدين، وصباحكم معطر بعطر الياسمين الدمشقي اللي أنا نشاطنا الثقافي مثل ما قلتي هو أحد الأرفدة اللي نشتغل فيها، مو بس اتحاد الناشرين. اليوم نحن أنا وجاي بالسيارة من بيتي للمحطة عنكم نتفاجأ أنه فعلا في عودة حميمة للنشاط الاجتماعي من خلال الورش اللي نحن اليوم عم نشوفها عم ترتب لنا وتهندس بالشوارع وعم تعيد هذا البناء اللي نحن ممكن نكون انقطعنا عنه، بالذات للسادة المشاهدين اللي ما بيشوفوا. نحن اليوم جمعة يوم عطلة ونحن عم نشوف المحافظة كيف عم تشتغل. هذا نشاط هو أيضا مساهم ومساعد بالنشاط الثقافي اللي نحن عم نقوم به. يعني اليوم كل بلدنا كل سوريا هي ورشة عمل حقيقية كلها عم تنمو، مو بس النشاط الثقافي، كمان من محطتكم هي بنوجه من بيوم الجمعة للناس اللي عم تشتغل وتقدم لإعادة الحياة الطبيعية إلى سوريا الطبيعية. يعني اكيد نحن ما بنختلف معك استاذ هيثم بهذا الحكي، بس 2 اب هو يمكن التاريخ اللي حضرتك وكثير من الكتاب وكثير من الناشرين ناطرينه ونحن كمان ناطرينه معكم. خلينا نحكي عن معرض الكتاب الدولي بسوريا تحديدا، كيف عم يتم التحضير له؟ شو ابرز يمكن شيء بيميزه لهذا العام؟ هذا العام على فكره معرضنا كثير حيكون متميز. معرضنا هذا العام اول شيء التاريخ، فيني اقول انه هو كان بالنسبه لنا انسب الاوقات المناسبه لواقع بلدنا وواقع النشاطات الاجتماعيه والنشاطات ايضا الثقافيه والاقتصاديه اللي بدت الان عم تعيشها سوريا بكل حياتها الاجتماعيه. 2 اب حيكون معرض بمكتبه الاسد، طبعا عوده المعرض الى مقره الرئيسي مكتبه الاسد كان السنه الماضيه وكان في له دور كثير كبير. هالسنه في تميز اهم شيء بمشاركه عدد كبير من الناشرين ان كان السوريين وان كان العرب. طبعا هذا دليل على نجاح المعرض في العام الماضي وعلى متابعه النشاط ومتابعة النجاح. نحن هذا العام وبصراحة وبكل أمل نحن حنقول أنه نحن اليوم ماشيين في عودة النجاح وفي إتمامه، لحيث يعود معرضنا معرض دمشق الدولي. معرض دمشق الدولي للكتاب كان يعتبر من 5 المعارض الأولى في العالم العربي، كلاتنا حنتساعد الكتاب والناشرين والمثقفين والقراء وأيضا الجهة المنظمة إدارة معرض مكتبة الأسد، كلاتنا حنتساعد لعودة المعرض إلى الواجهة العربية. طيب أستاذ، لإمتى رح يستمر المعرض؟ وأيضا هل عندك بقى فينا يعني نعرف إذا كم حدا من الكتاب أو العرب المشاركين أيضا أو الكتاب السوريين؟ هلا نحن بالنسبة لنا المعرض حيكون كتير مهم، سؤالك إنه حيكون من 2 ل 12/8. طبعا حتكون أبواب المعرض مفتوحة من الصباح من 10 صباحا إلى 10 مساء هذا الجمهور، وبتصور حيكون في عنا قفزة نوعية في حضور الجماهيري المتوقع. لذلك كان هذا العام إدارة معرض مكتبة الأسد مشكورة، وضعت أكثر من مكان للاستراحات للجمهور لأنه بتصور حتكون في ازدحام كتير كبير هذا العام. طبعا يوم الجمعة نحن عنا من الساعة 4 إلى 10، إذا كل أيام من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 إلى الساعة 10. النشاط الثقافي اللي حيصاحب المعرض نشاط ثقافي بتصور كتير كبير، حنجيب اليوم لكتاب ما حأحكي الأسماء الآن، نحن حنتركها مع تنزيل دعايات المعرض،
حنجيب لكتاب عرب مهمين، كتاب أيضا سوريين لهم باع طويل في الثقافة وفي المعرفة، وأيضا عندهم كتب حيكون مشاركين معنا بتوقيع كتب هون. أيضا في عندي ملاحظة بدي لكم إياها هذا العام ولأول مرة نحن بنساويها، واللي هو نحن عملنا خليني أسمي لك يا ملتقى ثقافي، مقهى ثقافي، مكان لتجمع الكتاب المبدعين الناشرين مع القراء لحتى يصير فيها حوار مباشر عن كتاب معين، حوار مباشر عن رواية، حوار مباشر بموضوع معين، هذا بدون أي تنسيق وبدون أي ترتيب. يعني هذا الوقت مفتوح بشكل كامل، حيكون الجمهور بشكل مباشر مع القارئ أو الكاتب، أو حتى ممكن نشوف شعراء ممكن ينهي، وهي حنفعلها بشكل دائم طيلة فترة أيام المعرض. نعم، خلينا كمان نحكي عن المشاركة السورية بشكل تحديدي أكثر. يعني اليوم كيف عم بيكون، يعني لازم يكون يمكن كمان أكثر تميز بحكم نحن الظرف اللي عم نعيش فيه، فدائما هو إثبات إنه دائما إنه السوريين فعلا متميزين بجميع الأوقات. السوريين شو محضرين اليوم من دور نشر ومن كتاب ومن غيره؟ أنا بالنسبة للناشرين السوريين دائما بقول هن أبطال مو بس متميزين، لأنه بيشتغلوا بظروف صعبة ولم ينقطعوا عن العمل. وأنا هذا بأكثر من مناسبة قلته، واليوم بمعرض الكتاب يعني أنا حقلكم مفاجأة، وكثير هي مفاجأة كبيرة كمان. نحن لن يغيب عنا أي ناشر سوري إلا سيكون متواجد في معرض الكتاب. يعني في عنا ناشرين من حلب، في عنا ناشرين من حمص، في عنا ناشرين من السويدة، في عنا ناشرين من اللاذقية، في عنا ناشرين من طرطوس. إذن كل المحافظات السورية ستكتمل تحت منصة ومظلة معرض مكتبة الأسد، حيقدموا كل ما هو جديد في عالم المعرفة وفي عالم الكتب. يعني في ناشرين طبعا استقطبوا لدور نشر عربية، في ناشرين أيضا استقطبوا لكتاب عرب، في ناشرين عنا استقطبوا منتجاتهم أعادوا منها، إن كان إعادة إنتاجها أو إعادة صياغتها أو أيضا الإنتاج الجديد. بتصور هالسنة فيني أقول أنه حيرجع معرض مكتبة الأسد كما كنا نعيش أيامه قبل الأزمة بأروقته وبنظامه الرائع وبهاي اللحمة الاجتماعية اللي كانت تصير في معرض مكتبة الأسد. بتصور هذا العام ستعود ضمن نشاط كتير مهم وكبير من خلال النشاط الثقافي يلي بتحس عليه وزارة الثقافة وبتدعو له أيضا، وبمشاركة تشاركية من السادة اتحاد الكتاب العرب وأيضا اتحاد الناشرين لإقامة مظلة ثقافية كتير كبيرة بالمعرض. أيضا بتصور نحن في عنا، وهذا الكلام كمان فيني بقوله ولأول مرة على محطتكم، في عندي خليني سميهن محطات اجتماعية، جروبات اجتماعية. اليوم في عندي جروبات كتير عم تحس على القراءة، هدول الجروبات هي أول مرة بيشاركونا بشكل مباشر، مثل مثلا حقول نادي شام القراءة، شام للقراءة، القراءة أولا، القراءة الهادفة. هدول جروبات ثقافية هن من شباب الجامعات ومن شباب مثقفين عملوا جروبات على الفيس وبيقرؤوا روايات، هدول حيكون لهم نشاط بألم المعرض. يعني زائر المعرض حيستفيد من خبرتهم، حيدلوه على أحسن الكتب المفيدة، حيساعدوه، حيقدموا هدايا إن كان للأطفال الموجودين في المعرض أو للقراء الموجودين بالمعرض. حيكون لهم نشاط اجتماعي، وحيكون لكل جروب أو لكل فئة من هذه الفئات إلها لباس الخاص اللي حتزين فيه المعرض، وواضح لهم توجههم ووضوحهم. أنا بتمنى نحن اليوم من خلال أيضا منصتكم نقول لكل الجمهور، معرض مكتبة الأسد ليس هو معرض للناشرين وليس للمثقفين، هو معرض للقراء، هو معرض للجمهور. نحن بدنا كلياتنا نجي ونقعد نكون مع بعضنا البعض بجلسات خليني سميها فيها من الروح، فيها من الوسامة، فيها من الموداعة، فيها من المحبة. نجلس كلياتنا مع بعضنا البعض ونعيش الأيام المحبة وأيام السلام وأيام الإلفة بين بعضنا التعامل تحت مظلة الكتاب وعبق
الورق اللي حيكون هو الأساس بعلاقتنا في معرض مكتبة الأسد. يعني حكيت أستاذ عن اللمسات الجديدة اللي نعم. حتكون أيضا موجودة بمعرض مكتبة الأسد إن كان من خلال الجلسات أو الجروبات نعم. اللي حكينا عنها. نعم. قدي مهم برأيك بمعرض دمشق الدولي للكتاب طبعا نعم. أنه يكون فعلا في جذب للشباب اللي هلأ بظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي نعم. وأيضا السرعة اللي عم تصير ببلدنا أنه يرجعوا للورق ليرجعوا لحتى للكتاب. هو شوفي اليوم التطور اللي انا دائما عم اقول عليه هو اليوم في عنا شيء اسمه تطور الاتصالات. التطور الاتصالات هو اهم حتى من التطور الصناعي اللي عم يصير تطور اتصالات بشكل غير منظور يعني او غير حتى محدود. هذا جعل هذا التطور الكبير جعل عدد كبير من الشباب انه تتجه ل القراءة من خلال منصات هي التواصل الاجتماعي إن كان واتساب إن كان فيسبوك وإن كان الآن في برامج جديدة وتطورات كبيرة. اليوم أنا فيني أقول إنه هذا مو غلط يعني هالقراءة من خلال هاي الأفكار ومن خلال هالتواصلات هي أو من خلال هالبرامج مو غلط. نحن بدنا القراءة من أجل القراءة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه حتى في هذا التواصل الاجتماعي عم يكون مو الهدف القراءة، عم يكون الهدف التسلية. لذلك أنا وجهت بأكثر من مناسبة للمثقفين وللكتاب وللناشرين أنه خلينا نتساعد مع بعضنا البعض ونقدم وجبات للقراءة للشباب من خلال هذه المنصات. يعني أنا اليوم وقت بيجي بحط مثلا ملخص رواية بخلال رسالة خليني أقول فيها 15 سطر أو 10 أسطر ملخص للرواية بتحكي فيها، هي بتجعل القارئ أول شيء يتعرف على الرواية، ثاني شيء بتعطيه دافع أنه يقرأها. اليوم هذا الكلام بصراحة نحن كلياتنا هي مسؤوليتنا، مسؤولية الإعلام، مسؤولية الناشرين، مسؤولية وزارة الثقافة، مسؤولية اتحاد الكتاب، بحيث أنه نحن نتواصل مع هذا النوع من الشباب. وأنا اللي بدي لكم يا أيضا وزارة الثقافة حطت بمنهجها بمعرض الكتاب أنه حيكون في توجه كتير 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 كبير وكتير مهم للشباب. اليوم معرضنا موجه للشباب، اليوم حتى القراءة يعني اليوم أنا فيني أقول لك شغلة، اليوم 70% من الإصدارات الجديدة في العالم العربي هي موجهة للشباب. اليوم ما عاد في كتب قديمة تنشر بشكل كثيف وتأخذ حيز كبير ومجهود كبير من الناشرين، هي كتب خليني أسمي لك إياها مراجع أو كتب كبيرة أو كتب تأخذ منحة كتير مهم، مثلا كتب تراثية تأخذ منحة كتير مهم وهي ما متوجهة للشباب، خليني أسمي لك إياها للدراسات أو للمراجع. لا، اليوم غالبية الناشرين عم تتجه توجه هذا النمط القرائي للشباب. نعم. وهذا هون الفكرة يمكن استاذ نعم. عفوا استاذ هيثم يمكن هون بتجي الاهميه انه فعلا نحن بهذا الوقت وبهي الازمه خلينا نقول يلي الكل قال انه يمكن هي ممكن تكون ازمه ثقافيه ازمه فكريه يمكن اللي وصلت البلد لهون، فقد مهم مثل ما تفضلت وحكيت انه فعلا تكون الشريحه الاكبر يلي نحن بنوجه لها كل الاهتمام وكل يمكن نحن نختار بشكل كتير كتير صحيح شو بدهم يقروا الشباب، لانه يمكن هن الجيل يلي راح يرجع يبني ويعمر من اول وجديد. يعني فيني اقول لك ملاحظتك كثير مناسبه، وخصيصا انه نحن اليوم بدنا نقدم لهم شيء يتناسب معهم. نعم. يعني انا هذا اللي قلتيه انت بدنا شيء صحيح فعلا حقيقه. نحن اليوم لازم ندور على ماده ادبيه، ماده علميه، ماده معرفيه، شو ما كانت وجه تتناسب مع التوجهات ومع طريقة الشباب في القراءة، مع تتناسب مع طريقة توجه الشباب أيضا. اليوم في كتير كم كبير من الأفكار يلي عم تتواصل وعم تتراكم، لكن في فيها خليني أقول من التكرار، فيها من اللا جدية، وفيها من اللاوعي المباشر الموجه للشباب. لذلك نحن اليوم رسالتنا الموجهة نحن حنوجه لكتب جيدة، حنقدم منتجات تليق بشبابنا،
ونحن مثل ما قلتي كمان نحن أزمتنا ليش؟ نحن أزمتنا شو هي؟ أزمة شبابية. نحن مين اللي خليني أقول أثر على ثقافة شبابنا اللي اجت التأثير منين؟ مو من عنا، اجى التأثير خارجي. طيب ليه؟ لأنه بالأساس نحن كمثقفين، نحن كناس عم تنتج ثقافة، ناس عم تشتغل في الثقافة، ما كنا عم نشتغل بشكل إيجابي يليق بهذا الشاب المقبل للحياة، يليق بهذا الشاب يلي نحن متوقعين منه يبني بناء صحيح. نحن تركناه ربما في بعض الأحيان، نحن نتحمل مسؤولية، نحن بصراحة نتحمل مسؤولية. نحن المثقفين كان لنا دور، إذا ما بدي أقول سلبي، لا، ما كان دور إيجابي. ونحن اليوم فعلا من خلال معرض مكتبة الأسد ومن خلال النشاطات الثقافية اللي أنا هلا عم نتابع، كل يوم في عنا أكثر من 40-50 نشاط ثقافي بكل أرجاء الوطن السوري الحبيب. فلذلك اليوم نحن كلياتنا متوجهين لنوجه مادة ثقافية، خليني أسمي لك إياها رزينة، رزينة وشابة تليق بالشباب، وأيضا حيوية مفعمة بالحيوية والنشاط، ونقدمها بشكل إيجابي تجعل كل الشباب يقبل على العلم، يقبل على المعرفة، ويقبل أيضا على كسب الأداء المعرفي ويطبقه على الواقع، ونبتعد شوي عن، خليني أقول لك، عن مو الجهل، لا، نبتعد عن الصخب الغير مفيد. إن شاء الله أستاذة هيثم، يعني بنتمنى لكم التوفيق، ومنذكر المشاهدين أنه المعرض حيكون معرض باثنين ثمانية، أكيد باثنين ثمانية لحتى 12 ثمانية، من الساعة 10 الصبح للعشرة المساء، عدا يوم الجمعة من الأربعة للعشرة. والمادة الأساسية الأولى عنا هو الجمهور، أكيد نسعى كلياتنا لاستقطاب الجمهور، وإن شاء الله المعرض بيكون خير على سوريا وعليكم كمان. شكرا لوجودك معنا. أنا بشكركم وبشكر جمهور الأخبارية السورية، وبشكر إطلالتكم اللطيفة. شكرا لكم، شكرا كثير لحضرتك.